هذا سائل يقول: امرأة مسلمة وأهلها كفار، وقالوا لها إن صليت سنقتلك أو نعذبك، فهل يجوز لها أن تصلي في دورة المياه عزكم الله؟ لا، تصلي بمكانها، لكن ما تظهر لهم أنها تصلي، تصلي بينها وبين الله، تقرأ خفية وتكون في حجرة مغلقة، غرفة نومها مثلا، وتصلي فيها. الحمد لله. نعم.